السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخوات مباركة، وكل عام وأنتم بخير. I hope from Allah all your families and all your friends be fine and keep my country or our country and Palestine and any country of Muslim. Today, inshallah, we will talk about pharmaceutical instrumental number 2. تحليل آلي أو تحليل آلي صيدلاني رقم 2 إن شاء الله، بعد ما تعلمنا بالكورس الأول عن instrumental analysis or pharmaceutical instrumental analysis number 1. درسنا فيها الـ UV phase spectroscopy، درسنا الـ infrared spectroscopy، ودرسنا الـ NMR spectroscopy، ودرسنا الـ mass spectroscopy، وتعلمنا ال HPLC introduction of chromatography or introduction of HPLC and GC or gas chromatography. وتعلمنا في الأغلبية ال UV phase spectroscopy، استخدمنا ال UV phase spectroscopy to determine quantitative، معنى ذلك to determine the concentration of unknown substances، لمعرفة تركيز المواد المجهولة أو any drug unknown drug. استخدمنا في استخدام اليو في سبكتروسكوبي، وبعدين تعلمنا بالطرق الكواليتاتيف ميثودز از اي ار سبكتروسكوبي الذي يعطينا اور انديكيت فور فانكشنال جروبس، ويعطينا المجاميع الوظيفيه من خلال قراءه السبكترا او الشارت. وانتقلنا بعد ذلك الى البروتون ان ار سبكتروسكوبي الذي من خلاله نستطيع ان احنا نرسم او درو ذا ستراكشر اوف اني كومباوند اور اني اورجانيك كومباوند. وبعد ذلك انتقلنا الى الماس سبكتروسكوبي وتعلمنا هاو كان يو فراجمنت اني دراج اور هاو كان يو بريبير اني دراج باي سي ذا فراجمنتيشن اور سي ذا بيك ان ماس سبكتروسكوبي. واليوم إن شاء الله we will talk about pharmaceutical instrumental analysis number 2 around electrographic analysis. في أول chapter first chapter around electrographic analysis. فالكترو معناته راح نستخدم الكهرباء، وراح نستخدم الالكترونات، أو راح نستخدم electrical terms لمعرفة الـ concentration of drug، يعني معناته راح نستخدم الكهرباء في معرفة الـ concentration. جرافي اختصار جرافي متريك، جرافيتي التي معناته الجاذبية أو الويت أو الوزن، معناته راح نتعلم هذا لما نشوف الـ جلفانيك سيل أو الـ electrolytical cell كيف ممكن إنه يحدث عندنا precipitate على الكاثود. ومن خلال وزن الكاثود أو الـ difference between weight of the cathodes before precipitate and after precipitate we will or indicate for concentration of unknown substances. معنى ذلك إنه راح يحدث معنا ترسيب. شوف الحين نفترض هذا الكاثود الآن الذي يحدث فيه عملية reduction، احنا نجي نتعلم ريدكشن. فلو افترض انه وزن الكاثود هذا عبارة عن مثلا فرضا 50 جرام او 10 جرام exactly، وكوننا هذه السيل عملية الانود والسولت بريدج، وكوننا السوليوشن واشتغلنا على وبدأت تشتغل معنا هذه السيل، ويحدث عملية انه الايونات الموجودة في السوليوشن الايونز الموجود in a solution راح تحدث عملية precipitation عملية ترسيب على الكاثود، وبالتالي يزداد وزن الكاثود. من خلال وزن الكاثود نستطيع ان احنا نعرف كم الconcentration للايونز الموجود. يعني مثلا لو افترضنا انه كان موجود معنا مثلا هنا 10 ايونات موجودة in a solution، وافترضنا انه وزن كل ايون فرضا 1 جرام او 1 ملي جرام، اذا راح يزيد، راح تترسب هذه الايونز على الكاثود، وبالتالي يزيد وزن الكاثود بمقدار 10 ملي جرام. طيب لو كانت 100 ايونز موجود داخل إن سوليوشن، راح تترسب على الكاثود وتزيد تركيزه ويزيد وزن أو الويت أو الكاثود بمقدار 100 ملي جرام، وهكذا. وبالتالي نستطيع إن إحنا من خلال الانكريزن
of weight of a cathode to indicate the concentration of a known solution. وراح نستخدم فيها طبعا احنا معنا الان ثلاثة او اربعة مصطلحات راح ان شاء الله نتعرف عليها. يعني معنا التيار الكارنت، ومعنا الفولت او البوزيشن او البوتنشال، البوتنشال اكزاكتلي عفوا البوتنشال اللي هي الجهد الكهربائي، ومعانا الكوندكتيفيتي او التوصيلية او المقابل لها او الايجينست از كوندنتانس الريزيستنس اكزاكتلي عفوا. اذا معانا الان اربع مصطلحات، اما اننا اقيس الكارنت التيار الكهربائي، او اننا اقيس الكوندكتنس الذي هي مقلوب الريزيستنس، اقيس التوصيلية والذي هي مقلوب الريزيستنس، او اننا اقيس او اننا اقيس او اننا اقيس هنا في معي تعديل exactly. بعتذر على التعديل. بوتنشيومتري، فإذا قست والله الجهد الكهربائي تسمى الآلية بالبوتنشيومتري. إذا والله قست باستخدام جهاز الكونتاكت ميتر التوصيلية تسمى الآلية كونتاكت ميتري. إذا والله أقيس التيار تسمى أمبيرومتري. البولوغرافي إن شاء الله نتعرف عليها في حالة ما يكون معنا ريدوكس رياكشن. إذا إلكتروجرافنتك أناليسيس عبارة عن علاقة، أو كيف إن أنا أحول من مصطلحات كهربائية ومصطلحات physical methods إلى معرفة الكوانتيتيف، الكوانتيتيف exactly يعني، إذا معرفة أو قياس من خلال electrical quantity or property of a solution of a substances لمعرفة الكوانتيتيف and qualitative. الكتروجرافيك اناليسيس قلنا مكونة من ثلاثة أقسام، جرافي ومتري وإلكترو الكترو وجرافي ام متري. جرافي مينز جرافي ميثودز. اذا اما اننا استخدم الفولت، وهنا كمان تصحيح، اما اننا نقيس الفولت الجهد وبالتالي تسمى الآلية البوتنشيومتري، او اقيس الكارنت وتسمى الآلية الامبيرومتري، اور فولتمتري. فولتمتري او اننا اقيس الريزيستنس وتسمى او مقلوب الريزيستنس الذي الكوندكتيفيتي وتسمى الآلية كوندكتيمتري. طبعا راح نتكلم ان شاء الله عن basic concept، مفاهيم اساسية لهذا الشابتر exactly. firstly oxidation reduction reactions، تفاعلات الأكسدة والاختزال. راح نرمز بدل ما أقول oxidation reduction reactions، كلمة كبيرة طويلة أو جملة طويلة all sentence، راح أرمز لها بالرمز redox rxn. فredox اختصار reduction، وox اختصار oxidation، وrxn اختصار يعني ال r جاي من reactions، والx number of moles عدد المولات للمادة. قال redox reaction reduction أو redox reaction تتضمن involve the transfer of electrons from one species of the reactants to another، يعني انتقال الإلكترونات. إحنا عارفين إنه الأكسيديشن بروسيس عملية الأكسدة عبارة عن loss of electron، بينما عملية الاختزال أو reduction process عملية جين اوف الكترونز اكتساب الالكترونات. فعملية الاكسدة والاختزال احنا دائما نقول عنها انها تكون في وقت واحد، فالذي يفقد الالكترونات الاخر يكتسبها. فنفس ما هو مكتوب هنا تتضمن transfer of electrons from one species of that reactants to another، انتقال الالكترونات من جزيء الى جزيء اخر، او من عنصر الى عنصر اخر، او من ions الى ions اخر. The result
in an increasing of oxidation number. Oxidation عدد التأكسد يعني الشحن الظاهر هذا. إذا السيريوم مثلا هنا لما نجي ندرس عدد التأكسد السيريوم هنا عدد تأكسده 4 بلس، بينما هنا عدد تأكسد الأيرون 2 بلس، بينما هنا السيريوم 3 بلس، الفيريك 3 بلس. أكسيديشن نمبر راح نختصرها باللامز أو إن أكسيديشن نمبر. لو شفنا مثلا هذا الإيكويشن سي ذيس إيكويشن، راح نلاحظ إنه أولا في البداية نتعلم إلى إنه لما نكتب الشحنة تشارج تكون أولا في البداية أكتب النمبر write a number then write the charge. إذا هنا مثلا الأربعة بعدين وراءها تكون الشحنة، الاثنين وبعدين وراءها تكون الشحنة سيريا 3 بلس شحنة. ليش؟ لأنه هذه معناتها أربع فور أربع شحنات موجبة، لكن لو كان العكس لو كان البداية الشحنة الموجبة وبعدين الأربعة معناته موجب أربعة وهذا خاطئ. ايضا لما ننطق كلمة oxidation reduction reaction نبدأ بكلمة oxidation وبعدين reaction وبعدين reduction reduction بعد reaction، يعني نبدأ بكلمة oxidation ثم reduction ولا نقول reduction oxidation، لان عملية الاكسدة تبدأ بالبداية، لانه مين يفقد الاول؟ يعني هل يحدث الفقد البداية او الاكتساب؟ يعني من وين هيكتسب؟ ما فيش فقد. اوكي، لو لاحظنا هذه الـ this equation along this equation you will see in this oxidation number of cerium 4 plus 4 شحنات موجبة. لو سيد to the product cerium 3 plus معناته حدث عملية نقصان في عدد كان 4 وأصبح 3، يعني decreasing in oxidation number of cerium نقصان في عدد الأكسد. بينما لو أتينا للأيرون كان 2 plus وأصبح in products 3 plus معناته increasing of oxidation number. طيب إيش معنى increasing of oxidation number؟ زيادة في عدد الأكسد. وإيش معنى decreasing of oxidation number؟ increasing of oxidation number معناته إنه حدث معانا oxidation process عملية فقد الإلكترونات، بينما لما حدث decrease of oxidation number معناته حدث reduction process. إذا الآن ممكن نحن نعرف تعريف آخر للـ oxidation process على إنه الـ oxidation معناته increasing of oxidation number زيادة في عدد الأكسد. لاحظ هنا إحنا حدث أكسدة للحديد وتحول من 2 إلى 3، من 2 بلس إلى 3 بلس، إذا معناته oxidation process. بينما السيريوم حدث له عملية اختزال، إذا قلت في decreasing of oxidation number. هنا the oxidation number of cerium was decreasing while that iron was increasing. The cerium is reduced while iron is oxidized. معناته الأكسدة حدثت للأيرون والاختزال حدثت للسيريوم. إذا نعرف الآن the process involves increasing of oxidation number is an oxidation process and بالعكس إذا عملية اللي تضمن زيادة في عدد الأكسد تسمى oxidation process، بينما العكس العملية اللي تتضمن decrease of oxidation number تسمى reduction process. طيب ممكن إن هذه ممكن إن نكتب المعادلة بشكل معادلة الأكسدة ومعادلة الاختزال. سيريوم 4 بلس اكتسب إلكترون، حدث سيريوم 3 بلس تحول إلى سيريوم 3 بلس، بينما الأيرون 2 بلس تحول إلى أيرون 3 بلس زائد إلكترون لوز أوف إلكترون. لاحظ إنه هنا ظهرت على أعداد الإلكترونات أو نمبر أوف إلكترونز لما كتبنا الهاف رياكشن نصف أنصاف التفاعلات، بينما لما نكتب الأوفر أول إيكويشن ما تظهرش عدد الإلكترونات. طيب electrochemical cell مراجع review we have two parts of electrochemical cell، لدينا نوعين من electrochemical cell، إما cell تعطينا current or potential أو cell consume the potential or current، معناته إما خلية تستهلك التيار أو خلية تعطينا تيار. فالخلايا التي تعطينا التيار نسميها جلفانيك سيل نسبة إلى العالم جلفاني. الخلايا التي تستهلك كونسيوم بوتنشال تستهلك الجهد أو الكارنت نسميها إلكترولايتيك سيل. طيب بالغالب السيل الستراكشر حقها تتكون من 2 إلكترودز immersed in a solution مغمور في محلول، إذا قطبين مغمور في محلول. القطب الذي يحدث فيه عملية reduction process نسميه كاثود
انما while the at which oxidation occurs is called an anode، نسميه انود. اذا القطب الذي يحدث فيه عمليه الريدكشن نسميه كاثود، القطب الذي يحدث فيه عمليه الاكسديشن نسميه انود. ان جلفانك سيل، طيب هل شحنه الكاثود، هل شحنه الكاثود في الجلفانك سيل بوزيتيف اور نيجاتيف؟ قال ان جلفانك سيل the cathode is the positive ion بينما the anode is the negative، والعكس في electrochemical electrolytic cell. إذا في electrochemical electrical cell يكون الكاثود is negative and anode is positive، العكس يكون. ليش؟ why this equation for your students for you. هذا الجلفانك سيل وهذا الالكتروكيميكال سيل، راح نشوف الانود عليه نيجاتيف تشارج بينما الكاثود عليه بوزيتيف تشارج، بينما العكس في الالكتروكيميكال سيل الانود از بوزيتيف اند كاثود از نيجاتيف. اوكي، لو طيب كومبير بتوين ذم، هذا اول التفرقه بين الجلفانك سيل والالكتروكيميكال سيل. طبعا الخلية أو الإلكتروكيميكال سيل مكونة من two beakers، البيكر الأول والبيكر الثاني، الأنود وهذا كاثود، موصل بسلك إلى فولتميتر مقياس للفولت أو مصباح يكون يعني، وموجود معنا هذا القطب. نفترض مثلا هنا كادميوم، المحلول حقه أو الصليوشن حقه يكون من أملاح القطب نفسه، يعني مثلا هنا كان كاديميوم، اذا يكون من املاح الكاديميوم، كاديميوم صلفيت، كاديميوم كلورايد، اكزاكتلي يعني. بينما هنا يكون مثلا معنا هنا الكوبر، قطب الكوبر يكون املاحه، يكون الصليوشن حقه مغمور في صليوشن من املاح الكوبر، يعني كوبر صلفيت، كوبر اني صليوشن اور اني سولت اوف كوبر. موجود معانا القنطرة المحيية salt bridge، نفس الآلية فقط هنا موجود معانا power supply، بطارية تعطينا power supply. لو لاحظنا من الفروقات الموجودة بالجلفانك سيل والإلكتروليتيكال سيل إنه قيمة البوتنشال، قيمة الجهد هنا بوزيتيف بينما هنا نيجاتيف، the same نفسها، فقط هنا نقلنا كان الكاثود أصبح أنود والأنود أصبح كاثود. إذا لما يجي question ويقول لك how can you convert from جلفانك سيل to electrochemical cell، كيف ممكن أنك تعكس أو تحول الجلفانك سيل إلى electrolytic cell أو العكس by use instead of electrode، باختصار أنك تقلب أو تحول أو تعكس الأقطاب، تخلي الكاثود انود والانود كاثود. طيب ايش الذي واتس هابين ان ذا الكتروكيميكال سيل، ايش اللي يحدث في الالكتروكيميكال سيل؟ احنا قلنا في الكاثود يحدث عمليه الاكسيديشن بروسس، بينما الانود يحدث عمليه الريدكشن بروسس. طبعا موجود في المحلول كاديميوم 2 بلس، والقطب طيب القطب الكاديميوم راح يفقد ويتحول لايونات ويصبح معنا ويعطينا 2 الكترونات. طبعا الاثنين الكترونات راح تصعد عن طريق السلك وتوصل للفلتوميتر وتعطينا مؤشر وتعطينا قراءة وبعدين تسقط على الكاثود. طبعا على سطح الكاثود موجود معنا، على سطح الكاثود أو على سطح الكوبر موجود معنا كوبر 2 بلس، الموجود يعني هنا أنه مغمور فيه، فالكوبر 2 بلس تأخذ الاثنين الكترونات وتتحول إلى كوبر سوليد أو الكوبر ميتال، وبالتالي يترسب على سطح الكاثود، وباستمرار العملية حدوث فقد الإلكترونات. طيب ليش هنا بالسؤال يعني ليش الأنود هنا نيجاتيف بينما الكاثود هنا بوزيتيف؟ الأنود هنا نيجاتيف لأنه تصعد منه الإلكترونات بينما الكاثود يستقبل الإلكترون. طيب مين يستقبل الإلكترونات، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ البوزيتيف، وبالتالي الكاثود هنا موجب، بينما هنا يكون العكس لأنه موصل بطارية. هنا العكس ليش؟ لأنه السبلاي الباور سبلاي تعمل عملية إيش؟ تعمل على أخذ الإلكترونات من الأنود، وبالتالي لما تأخذ الإلكترونات لم تصبح معنا إلا شحنة موجبة وتعطيها إلى الكاثود، وبالتالي أصبح شحنة شحنة سالبة نيجاتيف تشارج. إذا معنا هنا القطب إنه يحدث له عملية تآكل كروجين
ويقل الوزن decrease in weight of anode بينما increase the weight of a cathode. وبالتالي ممكن إنه نشوف العلاقة إن شاء الله كيف إنه من خلال نقصان وزن الأنود وزيادة وزن الكاثود نستدل على ال concentration of a solution of an or analyte. طيب إيش what's the function of salt bridge؟ إيش وظيفة السولت بريدج؟ طيب السولت بريدج وظيفتها or the function of salt bridge is لاحظوا معانا هنا الكاثود الأنود عبارة عن كاديميوم ميتال راح يحدث عملية dissolve or ذوبان ويتحول إلى كاديميوم أيون زائد 2 بلس. طبعا هتزيد عدد الشحنات الموجبة الذي موجودة داخل الصليوشن. أوكي الزيادة هذه تصبح تخلي الصليوشن عبارة عن positive solution وما فيش positive solution بالعالم كامل. الصليوشن دائما تكون neutral متعادلة. ولأجل المعادلة موجود معنا salt bridge. salt معناته ملح والملح متكون من موجب وسالب. طبعا احنا نقول ان هنا ازدادت الشحنات الموجبة. اذا ما دام زادت الشحنات الموجبة ينزل من الملح الذي هو مثلا لو افترضنا مثلا كان الصولت عبارة عن بوتاسيوم كلورايد الكلورايد شحنة مسالبة اذا ينزل يعادل الشحنة الموجبة لاجل يقللها لاجل يكون الصليوشن is neutral متعادل. بينما هنا لاحظوا هنا معنا اساسا المحلول هنا موجود المحلول عبارة عن كوبر 2 بلس موجود بجواره صلفيت 2 بلس فترسيب الكوبر 2 بلس على الكوبر يقل عدد الشحنات الموجبة ومعناته تزداد عدد الشحنات السالبة داخل الصليوشن وزيادته معناته انه يصبح anionic solution. ما فيش اشي اسمه anionic solution لانه الصليوشن is neutral all the solution is neutral وبالتالي اصبح المحلول عليه شحنة سالبة يتعادل بالبوتاسيوم الموجود بالسولت بريدج. تمام الشكل الاخر لانه ممكن ان اخلي الكاثود والانود بيكر واحد ويكون بينهم سيمي بيرميبل بيرين شبه شفاف بحيث انه يسمح بمرور الايونات وهناك موصل. قال الكترون generates by one half reaction will be consumed by another half reaction يعني الالكترونات تنتج من هنا وتستهلك هنا. اوكي في معنا ظاهرتين الذي نسميها بالغالب مش مذكورة معاكم بالبيبرات الايونيك براشر. الايونيك براشر ايش معنى ايونيك براشر؟ ايونيك براشر معناته انه يحدث عملية الريدكشن بروسس اكزاكتلي. فالايونات اللي موجودة بالمحلول ان كاثود تحدث لها عملية ريدكشن تأخذ الإلكترونات القادمة من الأنود عن طريق السلك ويحدث عملية ريدكشن وهذه نسميها أيونيك براشر. طبعا بعود للسلايد السابق اصطلاحا اتفقوا على أنه الكاثود يكون على الرايت بينما الأنود يكون على الليفت دائما. هاجي لما ترسم إلكترو كيميكال سيل يكون الكاثود دائما الكاثود على الرايت بينما الأنود على الليفت. طيب المصطلح الثاني electrical solution pressure إنه يحدث عملية reduction أو oxidation. تمام مصطلح جديد the standard hydrogen electrode أو نسميه أو نربز له ال SHE standard hydrogen electrode standard hydrogen electrode أو نسميه SHE الذي هي قطب الهيدروجين القياسي. طيب هذا القطب اتفقوا على إنه البوتنشال له أو جهده يساوي الصفر فهو اتفاق. طبعا it's also known as the normal hydrogen electrode يمكن أن نسميه normal hydrogen electrode. طبعا إيش استفيد من هذا الـ standard hydrogen electrode نشوفه الآن. The standard hydrogen electrode is used in combination with other half cells at standard state. طبعا لما أتكلم عن standard state ظروف قياسية معنى الظروف قياسية at one atmosphere ضغط جوي واحد و at 25 degree centigrade ودرجة حرارة 25 درجة مئوية و at concentration 1 مولار
إذا التركيز محلول أو التركيز solution is 1 مولر، تمام؟ أستفيد منه في to determine the standard electrode potential of the other half cell. نشوف إيش معنى هذا التفسير. معناته إحنا أتينا إلى السلايد السابق، لو أتينا إلى السلايد السابق وشفنا هذا السلايد، الجهاز أو الفلتشميتر راح يعطينا الفارق بين جهد هذا وجهد هذا، جهد الكاثود وجهد الأنود، إذا 0.74. أوكي، طبعا أنا لو أشتي أقيس جهد واحد منها كيف أقيس؟ كيف أعرفه؟ لو أشتي أعرف كم البوتنشال أوف كادميوم أو كم هاومني بوتنشال أوف كوبر، كيف أستطيع هذا؟ من خلال إن أنا أستخدم by using standard hydrogen electrode or normal hydrogen electrode الذي جهده يساوي صفر. كيف معناته؟ معناته لو أحد أقطاب يكون الستاندر هيدروجين إلكترود، لو افترضنا إنه الستاندر هيدروجين إلكترود هذا القطب بدل الكاديميوم ستاندر هيدروجين إلكترود، والكاثود عبارة عن الكوبر، وأعطينا مثلا 0.74، أعطينا الجهاز إنه القراءة والفولتميتر 0.74. باستخدام القانون حقنا الموجود المتعارف عليه the potential of the cell يساوي potential of the cathode minus potential of the anode. طبعا الأنود عبارة عن الزنك، طيب الـ potential of cell 0.74، يعني الجهاز الذي يعطينا 0.74. خلونا نكتب القانون أو أتذكر إنه واضع عن القانون أو لسه. أنا واضع القانون بس مش عارف فين. لا ده راح اكتب القانون، الآن القانون حقنا يساوي الـ A cell الـ A cathode F potential of cathode minus potential of anode. فرضا لو قلنا الآن نريد نقيس الـ potential of، لو نشي نقيس، لو قلنا البدل هذا يكون standard hydrogen electrode والذي قلنا الـ potential حقه يساوي صفر، ونريد نقيس الكوبر، تمام، ونفترض فرضا سبوز انه الفولتميتر اعطينا القراءة 0.74، تمام، فان انا اكون واريد اقيس، طبعا هذه 0.74 هذه الفرق بين، يعني القراءة الفرق بين جهد الكاثود وجهد الانود، الفرق بين جهد الكاثود ان انود، يعني وهذا القانون يقول، ولهذا احنا نشوف القانون انه potential of the cell equal the potential of the cathode minus potential of anode، يعني الفرق بين جهد الكاثود ناقص جهد الانود. طبعا انا لو اريد اعرف كم جهد الكاثود لوحده كم جهد الانود لوحده، اكون خليه احد اقطابها يكون الستاندر هيدروجين الكترود، يعني مثلا افترض انه سبوز انه اكون خليه احد اقطابها يكون احد اقطابها يكون عباره عن الستاندر هيدروجين الكترود، الذي قلنا افترضنا سبوز انه افتراض انه البوتنشال اوف ذا ستاندر هيدروجين الكترود ايكوال 1 ايكوال 0،
فنفترض انه الانود يكون صفر، هنا ايكون ستاندر هيدروجين الكترود، ايش ايكون معانا القانون؟ ونفترض انه سابوز انه القراءه اعطيتنا 0.74، ايكون معانا القانون عباره عن A او البوتنشال اوف ذا سيل ايكوال بوتنشال اوف ذا كاثود ماينس بوتنشال اوف ذا انود. بوتنشال اوف ذا سيل اعطينا القراءه 0.74، بوتنشال اوف ذا كاثود، مين الكاثود هنا؟ الزنك. اذا نقول بوتنشال اوف كوبر ماينس بوتنشال اوف ستاندر هيدروجين الكترود، تمام. وبالتالي القراءه 0.74 ايكوال بوتنشال اوف ذا كوبر المطلوب مننا كوبر ماينس البوتنشال اوف ذا ستاندر هيدروجين الكترود، احنا قلنا نساوي 0. اوكي، اذا 0.74 ايكوال بوتنشال اوف كوبر، وبالتالي حسبنا كم البوتنشال اوف ذا كوبر. اوكي، اذا الان عرفنا ايش وظيفة الستاندر هيدروجين الكترود او الستاندر هيدروجين الكترود اتش اي او نورمال هيدروجين الكترود، انه استطيع من خلاله اعرف كم البوتنشال لكل الكترود، كم البوتنشال او كم قيمة الجهد لكل قطب، تمام. بعدين المعادلة حقه او الهيدروجين الكترود يخضع المعادلة ريدوكس هاف رياكشن او هاف سيل، انه اثنين هيدروجينات، اثنين ايونز اوف هيدروجين راح يعمل عملية ريدكشن ويعطينا غاز. طبعا احنا الكلام هذا راح اشرحه هنا. بالنسبة للستاندر هيدروجين الكترود عبارة عن في ستاندر هيدروجين الكترود عبارة عن جهازه القطب، عبارة عن انه معانا عبارة عن جلاس تيوب، انبوبة زجاجية يدخل فيها غاز الاكسجين من هنا، غاز الهيدروجين هنا موجود معانا، سلك بلاتين موجود في اسفله، سطح بلاتين بلاتينايزد بلاتين الكترود، وموجود داخل مغمورة اميرسد ان سوليوشن ان اس دي كلورايد سوليوشن ات كونسنتريشن 1 مولار ام مولار، وتساعد معنا غازات وتساعد معنا غاز الهيدروجين، لانه احنا قلنا المعادله انه الحمض الموجود معنا هنا ياخذ 2 الكترونات جايه من نصف الخليه الاخر ويحدث معنا عمليه الريدكشن ويساعد معنا غازات الهيدروجين. طبعا احنا قلنا ات ستاندر ستيت، ستاندر ستيت قلنا اولا قلنا الستاندر هيدروجين الكترود او البوتنشال اوف ستاندر هيدروجين الكترود يساوي صفر، وقلنا الظروف القياسيه انه اتموسفير يكون 1 اتموسفير، ويكون التركيز 1 مولار، ويكون عند 25 درجة مئوية أو 298 كلفين. طبعا راح يدخل معنا الغاز الهيدروجين من هنا، وهذا عبارة عن قطب القطب من البلاتين. طبعا قطب البلاتين لأنه ليش نستخدمناها؟ لأنه لأجل يحدث عملية ينقل الإلكترونات إلى الفولتميتر، يعني شوفوا معنا هنا لما تكلمنا مسبقا يعني الإلكترونات تخرج إلى هنا، فإحنا مش موجود معنا إلا غاز هيدروجين، فايش الذي ينقل الالكترونات الى هنا؟ هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، موجود معنا قطب بلاتين هنا، قطب البلاتين هنا استخدمناه why used بلاتين in standard هيدروجين الكترود لاجل انه ينقل. الشيء الثاني هو عبارة عن inert الكترود، واحنا هنجي ان شاء الله البوتنشيومتري ايش معنى inert الكترود، قطب خامل. طبعا عبارة عن ساق، وشفنا الخط الأسود هذا عبارة عن مطلي ببلاتين نسموه بلاتين بلاك، لأجل الأول إنه لأجل يحميه من إنه يحدث عملية أوكسيديشن ريداكشن، لأنه هنا يحدث عملية ريدوكس رياكشن تفاعلات أكسدة وأكسال، فهذا يزيد حماية له.
أيضا هنا لأجل نشوف هنا مساحة من سطح كبيرة، يعني هنا قطب أو عبارة عن تروب أو قضيب، بينما هنا في النهاية عبارة عن مساحة أكبر. ليش؟ لأجل هذا التفاعل بطيء جدا، التفاعل هذا بطيء جدا. لأجل أن نسرع هذا التفاعل لابد أن احنا نزيد الـ Area Surface، نزيد مساحة السطح. وإحنا عارفين إنه كل ما زادت مساحة السطح كل ما زادت الـ Rate of Reaction، كل ما زادت سرعة التفاعل. طبعا والأمور في محلول HCl يكون تركيزه 1 مولار ومعنا قطب الهيدروجين. لو رجعنا إلى هنا نقول ليش استخدمنا، عرفنا ليش استخدمنا البلاتين بلاك، ومغمور في محلول وسط حامضي وتتصاعد منه فقاعات الغاز. طبعا هنا موجود معنا التركيز 1 مولاري وضغط هيدروجين 1 أتموسفير إز 1 أتموسفير. أوكي، طيب إيش الغرض من الستاندر هيدروجين إلكترود أور ديترمينيشن أوف ستاندر إلكترود بوتنشال؟ كيف إن أنا أحسب الستاندر أو أحسب البوتنشال لكل ستاندر؟ قلنا مثل ما تكلمت في السابق إنه أكون خلية أحد أقطابها يكون الستاندر هيدروجين إلكترود. طبعا إحنا عارفين دائما إذا كانت قراءة الجهاز أو الفلتشميتر موجبة يكون الكاثود الذي لديه البوتنشال له أعلى، بينما إذا كانت سالبة يكون العكس. بمعنى آخر لاحظوا هنا البوينت 74، لو كوننا قطبين أحد الأقطاب يكون الستاندر هيدروجين الكترود الذي نسميه احنا إن شاء الله بعدين نتعرف على الريفرنس الكترود. طيب هل أوضع الستاندر هيدروجين الكترود على الأنود أو الكاثود؟ الذي يحكم هذا الإشارة أو الـ sign of the voltmeter، إشارة الفولتميتر. فإذا كانت موجبة راح نوضعها على الأنود، أو بمعنى الستاندر هيدروجين الكترود يكون على الأنود، بينما لو كانت سالبة يكون على الكاثود. فأنا أكون أحد خلايا، يعني مثلا هنا لو كونت الخلية هذه لو كونت الخلية التالية لو كونت الخلية التالية راح لاحظوا قيمة الـ A cell أو الـ potential of الـ potential أو الفرق بين الأقطاب، أو القيمة اللي يعطينا الفولتميتر عبارة عن 0.34 فولت. إذا ما دام موجب إذا أوضع الكاثود عبارة عن القطب الذي أريد أقيسه، بينما الستاندر هيدروجين الكترود هيكون هنا. طبعا وصلت بالسولت بريد والإلكترونات راح يحدث عملية تصاعد، تصعد الإلكترونات وتعطينا قراءة 0.34 وبعدين تسقط على الكوبر. إذا من خلال هذه الآلية أستطيع إن أنا أعرف باستخدام الآلية، يعني هنا 0.34، يعني ممكن إن أنا أعدلها هنا 0.34 بدل 0.74. أوكي، وبالتالي كونت خلية A cell تساوي A potential of the cathode minus potential of the anode، إذا 0.34 is equal potential of the copper minus potential of the center hydrogen electrode، إذا 0.34 equal potential of the copper minus 0. اتفقنا على إنه هو اتفاق، إذا potential of the copper حسبنا على إنه 0.34. وبنفس الآلية هيكون معانا، لو كان في معانا الزنك هيكون معانا بنفس الآلية. طبعا أنا بقيس الجميع العناصر لأجل أعرف إنه البوتنشال أوف أول جميع العناصر أو أول ذا ميتال، إن أنا أحتاج إن أنا أعرف البوتنشال لها. أكون نفس الآلية، يعني لو كان معنا هنا الزنك تمام، لو كان معنا الكوبر، لو كان معنا الصلف، لو كان معنا الأيرون، لو كان معنا أي قطب، أكون خلية أحد أقطابها الستاندر هيدروجين إلكترود، وبالتالي أحصل على كامل بوتنشال أوف البوتنشال of the one electrode or the half of the electrode of the half of electrode. لو قرأت هذا وكونت كل الخلايا راح أكون جدول، نسمي هذا الجدول standard potentials أو بالأصح يعني standard reduction potential. إحنا لو لاحظنا إلى هنا المعادلات الموجودة معنا هنا، الإلكترونات موجودة ضمن الرياكتنت ضمن المتفاعلات، معناته هل هذه المعادلة معادلة إلكترونات ضمن المتفاعلات ضمن المتفاعلات ضمن المتفاعلات، كل الإلكترونات ضمن المتفاعلات، وما دام ضمن المتفاعلات
إذا المعادلة معادلة أوكسيديشن ولا ريدكشن؟ معادلة ريدكشن. إذا نسمي هذه الآلية بال ستاندرد ريدكشن بوتنشال، بس لأنه متعارف على إنه دائما الستاندرد بوتنشال اللي تكون بصورة ريدكشن، وبالتالي نكتب نقرأها ستاندرد بوتنشال. طبعا احنا قارينها بوتنشال، راح نرمز لها بالرمز هذا الصغير، الدائرة الصغيرة معناته ستاندرد، ايات ستاندرد ستيت، اي معناته 1 اتموسفير، معناته 25% ديجري سنتيجريت، معناته ات كونسنتريشن 1 مولار. طبعا اوكي، طبعا هنا معنا قراءة، لو لاحظنا الستاندرد هيدروجين الكترود الذي قلنا افترضنا انه صفر، في قيم اعلى منه الموجب وفي قيم اقل من الموجب اقل منه. طبعا الوحدة البوتنشال عبارة عن الفولت، طبعا المور بوزيتيف اوف الكترود يعني القيم الموجبة راح نسميها اوكسيدايزن ايجنت، عوامل تسمى عوامل مؤكسدة، بينما النيجاتيف الاسفل منها عبارة عن ريدكتين ايجنت. اوكي، صورة اخرى لصورة اخرى. طبعا احنا ذكرنا بالمعمل او بالقاعة ايش قلنا الستاندر هيدروجين الكترود له عيوب، من ضمن العيوب انه يتطلب انه يتم الشغل عند 1 اتموسفير وعند ضغط جوي 1، والشغل عند 1 اتموسفير صعب جدا لانه لا يكون الا عند سطح البحر، فانا بالمعمل لا يتوفر عندي ضغط اتموسفير عند 1 اتموسفير. الشيء الثاني يتطلب انه يكون عند تمبرتشر 25% ديجري سنتيجريد، وهذا صعب لانه درجة حرارة المحمل او درجة او temperature of the lab is maybe 21 او 22 exactly، وبالتالي صعب ان انا اتوفر. الشيء الثاني انه يتطلب انه يكون الات concentration 1 مولر، طبعا يعني اذا ما كانش في معي 1 مولر صعب. ايضا الشغل على القطب الهيدروجين، قطب الشغل على الغاز الهيدروجين وهو غاز قابل للاشتعال، وبالتالي ممكن يحدث عملية انفجار. لهذه الأسباب أو لهذه العيوب اضطرينا نحن نلجأ إلى إلكترودات أخرى نسميها بالريفرنس إلكترود. طبعا كلمة ريفرنس إلكترود أقطاب، أو نسميها أقطاب مرجعية، معنات كلمة ريفرنس إلكترود معناته البوتنشال of this إلكترود is known، معروفة معناته قطب، يعني مثلا قطب الهيدروجين كم البوتنشال حقه؟ صفر، متفق عليه. وهنجي إلى ساشوريشن كلوم الإلكترود الذي راح نرمز له بالـ SCE، قطب معلوم البوتنشال حقه معلوم 0.242 at standard state أو at saturation كلمة الإلكترود. طبعا ومعنا قطب آخر نسميه سلفر كلورايد إلكترود، وهذه الشائعة are most common. طيب لو كان معنا الآن، لو الشيء نفسر مثلا هذه الخلية، يعني مثلا الشيء تعبر لي عن كل محتويات الخلية بسطر واحد، بدل ما تجلس ترسم لي الخلية كامل، كيف ممكن انك تعبر لي عن كل محتويات الخلية بسطر واحد؟ نسمي هذه الآلية short hand notation for electrochemical cell. تمام، كيف ممكن ان نعبر عن كل محتويات الخلية بسطر واحد؟ لو افترضنا كان معنا هذه الخلية، افترضنا كان معنا هذه الخلية، راح نقرأ من بالانجليزي، يعني احنا دائما نقرأ بالانجليزي، راح نقرأ من الليفت للرايت، يعني من الشمال الى اليمين. طبعا في الشمال ايش موجود معنا؟ زنك، صح؟ اذا موجود معنا زنك يعني قطب زنك، اذا راح اكتب زنك واكتب الستيت حقه سوليد، وبعدين مع وجود معنا حافة هذا الزنك او الخط الفاصل بين الزنك والمحلول، اذا نرسم هذا الخط ويكون عبارة عن فيرتيكال عمودي، وبعدين موجود معانا المحلول عبارة عن زنك ايون وكلورايد، اذا نكتب المحلول زنك كلورايد، وعبارة عن الحالة حقه هل السوليد بلاستيك اكويس محلول، وتركيزه 0.067، التركيز الفعال له 0.0167. وبعدين موجود معنا هذا الخط والخط الذي يحقق السولت بريدج، خطين اقطع خطين، وبعدين موجود معنا هنا المحلول، حلول اذا هذا المحلول وتركيزه، وبعدين موجود معنا الكترود او سلفر الكترود، وهذا قطب وهذا السلفر الذي نحتاج نقوله. انه في البداية نكتب احنا الانود، قطب الانود، وبعدين محلوله، وبعدين السولت بريدج القنطرة المحلية، وبعدين محلول الكاثود، وبعدين الكاثود. اوكي، عدد المولات ما تدخلش ضمن
نسميها cell representation. طبعا الأقطاب الأخرى التي قلنا تكلمنا عنها ساشري تتكلم الإلكترود عن سلفر كلوريد عبارة عن reference إلكترود، هذه أشكالها. قيمة إذا كنا نقول ال potential of standard hydrogen electrode equal zero، فإنه ال potential of the saturated gallium electrode يساوي 0.242 فولت at saturated potassium chloride، لأنه إذا ما كانش saturated، إذا ما كانش مشبع بوتاسيوم كلورايد راح تختلف قيمة ال potential، وراح نعرفها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. بينما السلفر سلفر كلورايد القيمة حقه 0.197 فولت at saturated potassium chloride. عن نأتي إن شاء الله لتركيب كل من الإلكترودات هذه إن شاء الله في معمل أو في محاضرة البوتنشيومتري. أكتفي هنا بحيث إنه ما يطولش معانا الفيديو، نراكم إن شاء الله في الفيديو الثاني.